عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم. الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم. من كان قبلكم أي من الأمم السالفة. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فقد سبقت هاتان الطائفتان الأمة المحمدية، وبهذا الغلو هلك أولئك. ففيه تحذير لهذه الأمة من أن تتبع سنن من كان قبلها. ومن السنن التي كانت فيما سبق الغلو، فالغلو في المدح والغلو في القدح كان عند الأمم السابقة. فإن النصارى غلت في عيسى عليه الصلاة والسلام مدحا، واليهود غلت في عيسى عليه السلام ذما.